بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرات الأخبار. قدم رئيس الوزراء محمد شهباز شريف تعازية لرئيس دولة الإمارات العربية المنتخب حديثا الشيخ محمد بن زايد النحيان في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد النحيان في قصر الرياسة بأبو ظبي. كما حضر استماع تعزية أعضاء آخرون من العائلة المالكة، حيث رافق رئيس الوزراء وزير الدفاع خواجة محمد آصف ووزير الداخلية رنا ثناء الله وسفير باكستان لدى الإمارات أفضل محمود. وكان رئيس الوزراء محمد شهباز شريف على رأس دولة الإمارات أن باكستان والإمارات العربية المتحدة مرتبطان بعلاقات الأخوية والثقات. وصلت العلاقات بين باكستان والإمارات إلى آفاق جديدة بقيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد النحيان. كان صديقا مخلصا لباكستان، سوف تتذكر باكستان حكومة وشعب خدمتها القيامة منذ فترة طويلة. تعابيرا أن التضامن مع الشعب الشفيق لدولة الإمارات العربية المتحدة رفعت حكومة باكستان العلم الوطني في حداد وطني لمدة 3 أيام. هنا رئيس الوزراء محمد شهباز شريف محمد بن زايد النحيان على تولي رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال رئيس الوزراء معربا أن أطيب تمنية فيها لمحمد بن زايد النحيان في تغريدة له أن البلدين ملتزمان بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة. وهنا الرئيس الدكتور عارف علوي الشيخ محمد بن زايد النحيان على انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا في رسالته أن باكستان تقدر علاقات الأخوة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وأن العلاقات الأخوية ستزداد توطيدا. الحكومة الفيدرالية مقررة تقرر أعلنت الحكومة مرة أخرى عدم زيادة أسعار المنتجات البترولية من خلال تقديم الدعم للشعب. وقال وزير المالية مفتاح إسماعيل في مؤتمر صحفي في إسلام آباد إنه تم تفاوض خسارة قدرها 30 مليار روبية فيما يتعلق بزخم البترول. يا نصيب المحظوظين، أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن نجاء المتقدمين للحج في أطار المخطط الحكومي. وبموجب المخطط الحكومي سيتم تبارك 32,453 حاجا بالحج. أعلنت الحكومة الحفاظ على أسعار المنتجات البترولية. رئيس الوزراء يرفض ملخص أو جراكي لارتفاع الأسعار. وزارة المالية أصدرت إخبار بشأن أسعار المنتجات البترولية. ظل أسعار البنزين دون تغيير عن 149 روبية و76 وبيسة وديزل على السرعة عند 144 روبية و15 بيسة والكيروسين عند 125 روبية و56 بيسة والديزل والخفيق عند 118 روبية و31 بيسة. في كشمير المحتلة قتلت القوات الهندية مدنيا آخر في منطقة شوبيان في أحدث عمليات إرهابية لدولة. قتلت قوات الاحتلال من رصاص المواطن شعيب أحمد قاري في منطقة تورق وينتجام بناحية بلواما وفقا لخدمة كشمير العالمية. نقلت السلطات الهندية 72 سجنيا سياسا كشميريا آخرين من سجون مختلفة في جامو وكشمير المحتلة إلى سجون مختلفة في أندا في ذلك هريان أوترا برادي ونيول ديلهي، وتم نقله من سرينغر إلى سجون أخرى في الهند. ويخشى نقل المزيد من المعتقلين الكشميريين إلى السجون الهندية قال خلال الأيام المقبلة.
شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.